تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية وتعزيز العلاقة بين السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني هو ما تضمنه لقاء اليوم بين المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي وفعاليات المجتمع المدني بقصر الثقافة مالك حداد. وأبدى السيد الوالي من خلال كلمته الافتتاحية أن مصالح الولاية كانت تعتزم تنظيم هذا اللقاء خلال السنة الماضية، لكن الوضع الصحي التي عاشته الولاية على غرار بقية ولايات الوطن أبى عن ذلك. كما أثنى من خلال كلمته عن مجهودات ومبادرات تنظيمات المجتمع المدني في مجابهة وباء كورونا، ما يثبت الممارسة الفعلية للمساهمة في البناء. ومن خلال هذا اللقاء المفتوح عرف تدخل العديد من رؤساء وفاعلي المجتمع المدني من أجل طرح مختلف انشغالاتهم وتصوراتهم في مختلف المجالات. فليكن ذلك في الميدان، واحد. اثنين، المساهمة لابد أن تكون مدروسة ومخططة مش بفوضى، وكل في اختصاصه. أصحاب الثقافة يتلموا ويديروا هما كقوة اقتراح، يديروا قوة اقتراحات ملموسة وميدانية لأنهم هم أصحاب الاختصاص، أصحاب الصحة كذلك، أصحاب الاقتصاد، أصحاب البيئة. كل هاد الناس مطالبين باش لازم حان الأوان أننا نتكتل ونتلم تحت أي تسمية مقبولة، ولكن لابد أن تكون أهداف واضحة. في ولاية قسنطينة نثمنوا اللقاء هذا في هذه الولاية اللي هي ولاية كبيرة، اللي هي ثاني ولاية في الجزائر. كما ثمن بعض الحضور هذا اللقاء الهادف لتجسيد آليات الديمقراطية التشاركية، فيما طالب البعض التحلي أكثر بالوعي الجمعوي وتعزيز العلاقة بين السلطات المحلية وفاعلي المجتمع المدني. مهم جدا أن يلتقي الجهاز التنفيذي اللي هو الوالي والسلطات المحلية والبلدية مع صناع المشهد الجمعوي. نشكر السيد الوالي ولاية قسنطينة بهذه المبادرة لتشاركية الفعالية للمجتمع المدني في هذه الولاية. احنا نتمناو انه مبادرات كيما هكا يكونوا ديما موجودين. علاش؟ باش ننميو هذا الرابط اللي هو مخصوص بزاف ما بين المجتمع المدني والسلطات. نتمناو انه تكون حقيقه كاينه نيه صادقه اللي ما بين المجتمع وما بين السلطات.